في احتفالية عيد العمال، الرئيس السيسي يتعهد بتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وزيادة مستويات الأجور ومكافحة التضخم والحد من ارتفاع الأسعار. مدبولي يوجه ببدء حوار مجتمعي على وثيقة السياسة الضريبية، ويبحث مع 15 شركة كورية جنوبية توسيع نطاق استثمارها في مصر. حماس تثني على دور مصر في محادثات الهدنة، وتؤكد زيارة وفد من الحركة للقاهرة قريبا لإجراء مزيد من المحادثات. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التحية والتقدير لكل يد مصرية تزرع الأمل من أجل مصر الحديثة. وخلال كلمته في احتفالية عيد العمال، أكد الرئيس السيسي أن الدولة المصرية ستواصل العمل جنبا إلى جنب مع العمال على زيادة معدلات التشغيل وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وزيادة مستويات الأجور، متعهدا بالاستمرار في هذا النهج مع مواصلة أقصى جهد لمكافحة التضخم والحد من ارتفاع الأسعار. أوجه تحية إجلال وتقدير لكل يد مصرية تزرع الأمل وتصنع حياة كريمة وتبني للحاضر والمستقبل من أجل مصر الحديثة والمتقدمة التي تمضي اليوم نحو بناء قاعدتها الصناعية، والتي ما كان لها أن تتحقق لولا الجهد الخارق الذي بذله عمال مصر لإعادة تشييد البنية التحتية المتطورة في جميع أنحاء الجمهورية، بما يؤسس لانطلاقة اقتصادية في جميع المجالات ولا سيما الصناعية. لقد تشرفت بوجودي اليوم بين عاملات وعمال مصر الأوفياء في هذا الصرح الصناعي الذي يعد خير دليل على أن سواعدكم هي أمل هذا الوطن في بناء مستقبل يليق بتاريخه العظيم، وسنظل متمسكين دائما بالحفاظ على حقوق عمال مصر. وستواصل الدولة العمل جنبا إلى جنب مع جهود عمالنا الشرفاء والدور الوطني المعهود لأصحاب العمل على زيادة معدلات التشغيل وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وزيادة مستويات الأجور، متعهدا بالاستمرار في هذا النهج مع مواصلة أقصى جهد لمكافحة التضخم والحد من ارتفاع الأسعار. هذا ووجه الرئيس السيسي بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، ودعوة مجلس النواب لسرعة مناقشة مشروع القانون في أقرب وقت ممكن تمهيدا لإصداره. كما وجه الرئيس السيسي بزيادة الحد الأدنى لإعانات الطوارئ للعمال إلى 1500 جنيه. ولقد حرصت منذ اليوم الأول على تعزيز الحوار بين مختلف الأطراف لبحث سبل معالجة التحديات التي تعوق إنشاء بيئة عمل سليمة، حيث وجهت المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل بعقد مزيد من جلسات الحوار بين أطراف العمل الثلاثة، الحكومة وأصحاب العمل والعمال، تناقش فيها مختلف القضايا والتشريعات التي تخص العمل والعمال، من بينها مشروع قانون العمل لضمان أن يحقق هذا القانون التوازن المنشود في علاقة العمل والحماية الحقيقية والناجزة لحقوق العمال. وإضافة إلى ذلك، وإيمانا مني بأهمية تضافر جهود الدولة لتوفير حياة كريمة لجميع فئات المجتمع وفي القلب منها العمال، فقد وجهت بما يلي: سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، ودعوة مجلس النواب الموقر لسرعة مناقشة مشروع القانون في أقرب وقت ممكن تمهيدا لإصداره.
وخلال كلمته في احتفالية عيد العمال، وجه الرئيس السيسي بإنشاء مركز تدريبي متكامل لتدريب الشباب على المهارات اللازمة لسوق العمل، فضلا عن استمرار العمل على زيادة معدلات تشغيل ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل. كما وجه الرئيس السيسي بتحقيق الحماية القانونية الواجبة للعمال من خلال زيادة معدلات التفتيش على المنشآت الخاضعة لقانون العمل لضمان إنفاذ أحكام القانون وتطبيق الحد الأدنى للأجر. إنشاء مركز تدريب متكامل لتدريب الشباب على المهارات اللازمة لسوق العمل وفقا للمعايير العالمية المطلوبة، ليكون هذا المركز جاذبا لتدريب راغب العمل في مصر وعلى المستوى الإقليمي. استمرار العمل على استشراف وظائف المستقبل وما تحتاجه تلك الوظائف من مهارات. قيام وزارة العمل بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة للعمل على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وضمان تحقيق اشتراطاتها وتأمين بيئة العمل بين أصحاب الأعمال والعمال لضمان حماية كافة المواطنين عمالا وأصحاب عمل وجمهور، وإعداد حملات توعوية لأصحاب العمل حول الالتزام بالسلامة والصحة المهنية. استمرار العمل على زيادة معدلات تشغيل ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل وزيادة معدلات تشغيل النساء وتمكينهن اقتصاديا وضمان التوفيق بين واجباتهن الأسرية وواجبات عملهن. تحقيق الحماية القانونية الواجبة للعمال من خلال زيادة معدلات التفتيش على المنشآت الخاضعة لقانون العمل لضمان إنفاذ أحكام القانون وتطبيق الحد الأدنى للأجر. وفي عيدهم أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من التوجيهات لدعم ومساندة حقوق العمال. كما وجه بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في مجلس الأعلى للحوار الاجتماعي ودعوة مجلس النواب إلى سرعة مناقشة مشروع القانون تمهيدا لإصداره.
هذا وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال بمجمع هايبر الصناعي بمدينة العاشر من رمضان من النماذج العمالية المتميزة، حيث كرم الرئيس السيسي عددا من قدامى النقابيين فضلا عن تكريم عدد من العمال من ذوي الهمم. تحتفل العديد من الدول حول العالم في الأول من شهر مايو بعيد العمال، ويعتبر هذا اليوم عطلة رسمية في أكثر من 100 دولة. ويعود تاريخ هذه المناسبة السنوية للقرن 19، وتقام لإحياء ذكرى النضالات والمكاسب التاريخية التي حققها العمال والحركة العمالية. اليوم الأول من شهر مايو كل عام يحتفل العالم بعيد العمال، قلب الأمة النابض وعمودها الفقري، فهي مناسبة سنوية يعود تاريخها للقرن 19، وتقام لإحياء ذكرى النضالات والمكاسب التاريخية التي حققها العمال والحركة العمالية. فرغم ارتباطه عموما بالحركات اليسارية والعمالية الاحتجاجية، إلا أن عيد العمال تعدى هذه الحركات بمرور الزمن ليصبح رمزا لنضال الطبقة العاملة من أجل حقوقها. في عام 1856 كانت الشرارة التي تسلطت الضوء على مطالبهم بعد أن نجح عمال البناء في ملبون وسيدني الذين عرفوا حينها بحركة 8 ساعات بتحقيق مطالبهم بتخفيض ساعات العمل ل8 ساعات يوميا. وكان هذا النجاح فيما بعد حافزا أمام ملايين العمال الذين اتخذوا من عمال أستراليا قدوة ومثالا يحتذى به، وقرروا التظاهر لتحسين أوضاعهم وخاصة في الولايات المتحدة وتحديدا بولاية شيكاغو التي شهدت مظاهرات حاشدة في عام 1886 راح ضحيتها عشرات العمال، لتمر من بعدها السنوات حتى أقرت الولايات المتحدة الأول من مايو يوما لعيد العمال. ومن ثم تباعا
اتخذت معظم دول العالم النهج ذاته، وأصبح الأول من مايو عيدا رسميا للعمال تقديرا لجهودهم، وفي بعض الدول يتم اختيار الشهر ذاته مع اختلاف اليوم. وفي هذا الإطار قررت مصر في عام 1964 الأول من مايو عطلة رسمية بهذه المناسبة، حيث يلقي رئيس الجمهورية خطابا أمام قيادات العمال واتحادات العمال، يوجه فيه التحية للعمال في عيدهم اعترافا بدورهم في نهضة الوطن وتقدمه، فهم من أهم الركائز التي ترتقي بها الدولة لتتبوأ مكانها في مصاف الدول المتقدمة وتتمكن من تحقيق مجتمع الرفاهية والعدل والسلام. إلى ذلك أصبح عيد العمال ليس مجرد يوما للاحتفال وإجازة رسمية فقط، بل فرصة تتجدد كل عام، وتحرص النقابات على اقتناصها من أجل تحقيق المزيد من مطالب العمال واحتياجاتهم. بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية عزاء إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات في وفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان الذي وفته المنية بعد رحلة طويلة من العطاء قدم خلالها العمل والجهد المخلص لبلاده. وفي برقيته للرئيس الإماراتي أعرب الرئيس السيسي عن خالص تعزيه للإمارات قيادة وشعبا، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يحفظ قيادة وشعب الإمارات الشقيق ويديم عليهم الأمن والاستقرار والرخاء. وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ببدء حوار مجتمعي على مقترح وثيقة السياسات الضريبية لمصر تنفيذا لتكلفة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكدت الحكومة أنه ستتم مخاطبة مسؤولي الحوار الوطني والغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال وإرسال الوثيقة لهم حتى يتسنى تلقي جميع الردود والملاحظات من هذه الجهات، وذلك تمهيدا لفتح نقاش شامل مع كل المختصين والمهتمين للوصول إلى الصيغة النهائية للوثيقة. هذا ووجه رئيس الوزراء بسرعة عقد اجتماع للجنة العليا للهيئة الاقتصادية لعرض الرؤى المختلفة للإصلاح أو للإصلاح من المطلوب لهذه الهيئات. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة مهتمة بتوسيع نطاق الاستثمارات الكورية الجنوبية في المجالات المختلفة إلى جانب الاستثمارات الحالية، داعيا الشركات إلى عرض خططها للعمل في مصر. جاء ذلك خلال اجتماعه مع ممثلي أبرز 15 شركة كورية جنوبية تعمل بالسوق المصرية في قطاعات مختلفة، حيث وجه رئيس مجلس الوزراء بعقد اجتماعات جانبية مع الشركات الكورية الجنوبية لبحث سرعة تنفيذ أي مشروع جديد تعتزم هذه الشركات تنفيذه في مصر خلال الفترة المقبلة، والعمل كذلك على تدليل أي عقبات قد تواجه هذه الشركات. بعث رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي برقية تهنئة لقداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقوصية بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد. وقدم مدبولي خالص التهاني القلبية لقداسة البابا ولجميع الإخوة الأقباط مقرونة بأطيب التمنيات بموفور الصحة والسداد، راجيا لمصرنا الحبيبة المزيد من التقدم والرقي والازدهار. بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة لقداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقوصية بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة. وفي برقيته أشار وزير الداخلية إلى أن الاحتفال بهذه المناسبة في كل عام يأتي لنستلهم منه قيم التضحية والعطاء، راجين للنسيج الوطني المصري المزيد من الترابط والتكامل، وأن يبقى أبد الدهر في وحدة لا تفارقها مكائد ولا تضعفها شدائد تتشابك فيها أيادي المصريين لدفع مسيرة العمل الوطني ولتحيا مصر دوما في عزة وكرامة. عاد إلى أرض الوطن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة والوفد المرافق له، وذلك بعد انتهاء زيارة رسمية لجمهورية تركيا بدعوة من الجنرال ميتن غوراك رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية.
عاد إلى أرض الوطن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة والوفد المرافق له، وذلك بعد انتهاء زيارته الرسمية لجمهورية تركيا بدعوة من الجنرال ماتين جوراك رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية، والتي استمرت لعدة أيام، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية واستعراض حرس الشرف، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكل من مصر وتركيا. وعقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة جلسة مباحثات موسعة مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية، تناولت علاقات التعاون العسكرية والأزمات الإقليمية والدولية المؤثرة على الأمن القومي لكلا البلدين وتوافق الرؤى ووجهات النظر تجاهها. وعلى صعيد الزيارة، التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالسيد يشار جولر وزير الدفاع التركي، حيث نقل له تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، فيما أشاد وزير الدفاع التركي بتوافق الرؤى بين البلدين فيما يتعلق بتطوير التعاون العسكري المصري التركي، مثمناً الدور المصري المؤثر والفاعل بمنطقة الشرق الأوسط. كما التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة برئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية، واستمع إلى عرض تقديمي لمجموعة من الشركات المتخصصة في الصناعات الدفاعية. كما قام بجولة تفقدية شملت عددا من الشركات، منها شركة بايكار، وكذا زيارة مقر القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة التركية. نظمت القوات المسلحة المؤتمر الدولي العلمي الثاني في الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم الخاص بمركز تأهيل العجوزة بالقوات المسلحة. نظمت القوات المسلحة المؤتمر الدولي العلمي الثاني في الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم الخاص بمركز تأهيل العجوزة بالقوات المسلحة، بحضور اللواء أركان حرب هاني محمد كامل رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة، ونخبة من الأساتذة والخبراء المتخصصين بمجال الروماتيزم والطب الطبيعي والتأهيلي من القوات المسلحة، ووزارة الصحة، وعدد من الخبراء الأجانب. وألقى اللواء طبيب رضا الهميمي مدير مركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة كلمة أشار فيها إلى دور المركز في خدمة قطاع كبير من أبناء القوات المسلحة والمواطنين، مؤكدا على أهمية المؤتمر الذي يمثل فرصة لتبادل الخبرات العلمية الحديثة في علوم الطب الطبيعي والتأهيل لتحقيق خدمة طبية متميزة لأبناء الشعب المصري في ذلك المجال. فيما أشار اللواء طبيب خالد شكري مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة خلال كلمته إلى ما تقوم به إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة من تطوير التعليم الطبي المستمر والمتواصل للوصول إلى أحدث النظم والأبحاث على مستوى العالم. وتضمن المؤتمر العديد من الجلسات العلمية والمحاضرات، فضلاً على إقامة ورش العمل التدريبية بمركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم بالعجوزة. ويشمل المؤتمر هذا العام مناقشة أحد التخصصات الجراحية الواعدة عن طريق تعديل وظائف بعض مراكز المخ والأعصاب الطرفية باستخدام تقنيات وإجراءات مختلفة لعلاج المرضى الذين يعانون من مجموعة متنوعة من الأمراض العصبية التي لا تستجيب للعلاجات الدوائية.
أعلنت حركة حماس أن وفدها سيزور مصر قريبا لإجراء مزيد من محادثات لوقف إطلاق النار بالقطاع وإنجاز صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، مثمنا الدور الذي تقوم به مصر في هذا الإطار. وأوضح رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية أن الحركة تلقت أحدث مقترح إسرائيلي للهدنة، مشيرة إلى أنها ستدرسه قبل الرد عليه، ومنوها إلى روح الإيجابية عند الحركة في دراسة مقترح الهدنة. جددت مصر الأعراب عن الأسف لعرقلة الولايات المتحدة مشروع قرار حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة. وخلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق أن تتمتع دولة فلسطين بالحق في العضوية الأممية الكاملة، سيكون الدعم الأفضل لحل الدولتين الهادف لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. تعرب مصر مجددا عن أسفها لاستخدام الولايات المتحدة حق النقد للحيلولة دون تمتع الدولة الفلسطينية المعترف بها من أكثر من 140 دولة بمكانة متساوية كغيرها من الدول بالأمم المتحدة. كما تؤكد مصر أن منح دولة فلسطين العضوية الكاملة هو أفضل الدعم لحل الدولتين، بل إنقاذ لهذا الحل وإقرار أممي بوجود دولة فلسطين متساوية مع إسرائيل وغيرها من سائر الدول. الأمر الذي سيكسب عملية السلام المأمولة دعما هي في أمس الحاجة إليه، خاصة في ظل الأوضاع الراهنة بينما نحاول إحياء الأفق السياسي وإيقاف الحرب المدمرة الراهنة في قطاع غزة. حتى مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة فوكونغ الأمين العام للأمم المتحدة على التدخل لدى الولايات المتحدة لدفعها نحو لعب دور بناء في تحقيق وقف إطلاق النار وتخفيف الأزمة الإنسانية في قطاع غزة. وخلال كلمته بجلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، طالب مندوب الصين الدائم بالأمم المتحدة ضرورة حصول فلسطين على العضوية الأممية الكاملة. لقد أساءت الولايات المتحدة مرارا وتكرارا استخدام حق النقد الخاص بها انطلاقا من مصالحها الخاصة وحساباتها الجيوسياسية. لقد فشلت في الوفاء بمسؤولياتها كدولة كبرى مسؤولة، ونأمل أن تتخذ الولايات المتحدة موقفا موضوعيا وعادلا حقا وتنضم إلى المجتمع الدولي في اتخاذ إجراءات عادلة لتهدئة الصراع في غزة ولعب دور بناء في التخفيف من حدة الكارثة الإنسانية. أكد البيت الأبيض أن الموقف الأمريكي المعارض لعملية اجتياح مدينة رفح الفلسطينية لم يتغير، نافيا وجود أي اجتماع مقرر من الجانب الإسرائيلي بشأن الهجوم المرتقب على مدينة رفح. في الأثناء، طلب 60 من أعضاء الكونغرس الأمريكي رئيس جو بايدن بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لتنيه عن شن عملية عسكرية في رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة. وأكدت الرسالة أن قيام الاحتلال الإسرائيلي باجتياح رفح الفلسطينية في الأيام المقبلة أمر غير مقبول على الإطلاق، وحذر أعضاء الكونغرس من أن العملية المحتملة من شأنها أن تفاقم الكارثة الإنسانية لسكان غزة والتحديات الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط. التاسعة متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري ونتابع فيها. البنتاغون يعلن اكتمال أكثر من نصف أعمال بناء الرصيف البحري العائم قبالة سواحل قطاع غزة، والبيت الأبيض يؤكد افتتاحه خلال أيام. غزة اتدمرت، ما بقاش حاجة. أفادت السلطات الصحية في غزة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة،
أسفرت عن استشهاد 28 فلسطينيا وإصابة 51 خلال 24 ساعة الماضية. وأشار البيان اليومي للسلطات الصحية بغزة إلى ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 34,596 شهيدا و77,816 مصابا، لافتا إلى أن عدد الضحايا لا يزالون تحت ركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. أعلنت الأمم المتحدة أنها تقدر كلفة إعادة إعمار قطاع غزة ما بين 30 إلى 40 مليار دولار نتيجة لحجم الدمار الهائل وغير المسبوق منذ 7 من أكتوبر الماضي. وفي هذا الإطار أعلنت المنظمة الأممية أن إزالة كمية الركام الهائلة وبينها ذخائر لم تنفجر خلفها العدوان الإسرائيلي المدمر بقطاع غزة قد تستغرق نحو 14 عاما. نزوح ومرض وجوع وإحصائيات بالآلاف من الشهداء والمصابين، كلمات تبدو غير واقعية ولكنها تلخص في الحقيقة الأوضاع الإنسانية الحالية في قطاع غزة الذي يؤوي أكثر من 2,300,000 مواطن فلسطيني انقطعوا عن العالم وأصبحوا يواجهون خطر الموت لا محالة. أكثر من 1,700,000 فلسطيني اضطروا لمغادرة منازلهم هربا من ضربات المدفعية وطائرات قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعضهم اضطر إلى الاحتماء بمبان تديرها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، وأصبح أغلبهم في تعداد الشهداء والمصابين، فيما فر الجزء الآخر إلى العيش في خيام لا تصلح للحياة بمدينة رفح الفلسطينية، وأصبحوا يعانون خطر الموت أيضا بسبب الجوع والعطش ونقص الخدمات الصحية. تقرير لهيئة الأمم المتحدة كشف عن حاجة قطاع غزة لأربعة عشر عاما من العمل المتواصل لإزالة الركام الناتج عن الضربات الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ أكثر من 7 أشهر، والتي خلفت نحو 37 مليون طن من الركام، وهي تمثل مهمة مكلفة وخطيرة بشكل كبير نظرا لوجود قنابل غير منفجرة تحتوي على مادة الأسبستوس الضارة بالصحة، مما يمثل تهديدا جديدا لأبناء القطاع. بيير لودهامر المسؤول الكبير في دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام لم يحدد عدد الذخائر التي أطلقتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي والتي سقطت على مناطق ذات كثافة سكانية مرتفعة، لكن المسؤول الأممي أكد أن 10% على الأقل من الذخيرة التي أطلقتها دبابات وطائرات الاحتلال الإسرائيلي لم تنفجر بعد. شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن على ضرورة أن يسود النظام في ظل الاحتجاجات التي تشهدها الجامعات في الولايات المتحدة احتجاجا على الحرب في قطاع غزة حاليا. وفي خطاب له أكد بايدن أنه لا مكان لمعاداة السامية في الجامعات الأمريكية، وذلك على حد قوله، مؤكدا أن حرية التعبير وسيادة القانون لابد من احترامهما في احتجاجات الجامعات. كما أكد الرئيس الأمريكي أن تلك الاحتجاجات لم تدفعه إلى إعادة النظر في سياساته بشأن الشرق الأوسط. أفادت صحيفة واشنطن بوست بارتفاع عدد المعتقلين خلال الاحتجاجات المتعلقة بقطاع غزة في الجامعات الأمريكية إلى 1,700 شخص، فيما تسعى شرطة كاليفورنيا لتفريق احتجاجات طلابية مستخدمة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه. وأشارت وسائل أعلام أمريكية إلى أن قائمة الولايات التي شهدت جامعاتها احتجاجات طلابية تشهد عددا من الجامعات أبرزها تكساس وجورجيا وفرجينيا وكاليفورنيا ونيوجيرسي، ويطالب المحتجون بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة والنأي بجامعاتهم عن التعاون مع شركات تدعم الاحتلال الإسرائيلي.
أكد البيت الأبيض أن الرصيف البحري الذي يقيمه الجيش الأمريكي لتسريع تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة سيفتح خلال أيام رغم سوء الأحوال الجوية الذي يعرقل الاستعدادات. في هذا السياق أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية بنتاغون اكتمال أكثر من 50% من أعمال بناء الرصيف البحري العائم الذي يشيده الجيش الأمريكي قبالة سواحل قطاع غزة، وذلك بهدف تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وأكدت نائبة المتحدث باسم البنتاغون سابرينا سينغ أن الولايات المتحدة ليس لديها تاريخ محدد لبدء وصول المساعدات الإنسانية التي سوف تتولى منظمة الأمم المتحدة توزيعها على الفلسطينيين في قطاع غزة. هذا وتواصل مصر جهودها لسيادة تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة. وفي هذا الإطار تواصل السلطات المصرية فتح معبر رفح منذ بدء العدوان على غزة وعدم إغلاقه من الجانب المصري. وللمزيد حول حركة دخول المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري يطلعنا عليها مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. أهلا بكم وبكل السادة المشاهدين، يعني نحدثكم عن معبر رفح البري الذي أصبح محط أنظار العالم فيما يتعلق بدخول المساعدات الإنسانية، لأن كل التقارير وأيضا التصريحات الأممية من المسؤولين الأمميين يتحدثون عن أهمية المنافذ البرية وهذه المعابر لإنفاذ المساعدات الإنسانية، ومحط أنظار العالم تتجه يعني تجاه مصر في تجهيز أكبر عدد من هذه المساعدات وأيضا رصد اصطفاف الشاحنات أمام معبر رفح الذي لا زال يواصل عمله في دخول هذه المساعدات التي يعني دخلت اليوم من منفذي كرم أبو سالم والعوجة، بالإضافة إلى شاحنات الوقود التي زادت اليوم بشاحنتين عن الست شاحنات التي يعني كانت تدخل في الأيام الماضية، بالإضافة أيضا لاستقبال الجرحى والمصابين. نتحدث عن أن الجهود المصرية لم تكتفي فقط بالمساعدات الإنسانية، ولكن نتحدث أيضا عن دخول المستشفى الميداني المصري التي اتجهت إلى المخيمات المصرية الموجودة في خان يونس، وهذه أو هذا المستشفى الذي دخل عبر 9 شاحنات المستشفى الميداني وبها المستلزمات الطبية المختلفة، وأيضا هناك متابعة دورية بصفة مستمرة من قبل الدعم النفسي من قبل المتطوعين في جمعية الهلال الأحمر المصري داخل مخيم خان يونس، وأيضا هنا في مدينة العريش وفي معبر رفح يعني وحدات الدعم النفسي ما زالت مستمرة في تقديم خدماتها، بالإضافة أيضا إلى استمرار تواصل المساعدات التي تأتي عن طريق المسار الجوي. مطار العريش اليوم استقبل طائرة بلجيكية على متنها 40 طن من المساعدات الإغاثية وأيضا المستلزمات الطبية، فنحن نتحدث عن مجهودات مصرية كبيرة في كل المسارات التي حددتها مصر برا وبحرا وجوا لدعم الأشقاء الفلسطينيين تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف العبء عن الأشقاء الفلسطينيين، بالإضافة بالطبع إلى الجهود السياسية والدبلوماسية لوقف إطلاق نار كامل داخل قطاع غزة. هذه هي الصورة، والآن عودة إليكم في الاستوديو مرة أخرى. طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف هجماتها على جنوب لبنان، وعقب محادثات مع رئيس القبرصي نيكوس خريستوليدس ورئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين في بيروت، جدد ميقاتي مطالبة الاتحاد الأوروبي بدعم النازحين في بلادهم وتشجيعهم على العودة الطوعية، مؤكدا رفضه تحول لبنان إلى وطن بديل للاجئين. من جانبها أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية تخصيص 1 مليار يورو للبنان للمساهمة في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، مؤكدة مواصلة الاتحاد الأوروبي دعم الجيش اللبناني بالمعدات والتدريب لضبط الحدود.
أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي أن بلاده تقوم بإعداد اتفاقية أمنية مع الولايات المتحدة. وقال زيلنسكي إن أوكرانيا تقوم بإعداد وثائق أمنية جديدة تتمثل في اتفاقيات أمنية ثنائية، بما في ذلك اتفاقية أمنية مع الولايات المتحدة تشمل أسلحة وتمويلات وتعاونا سياسيا، معتبرا أن تلك الاتفاقيات ستشكل الهيكل الأمني لأوكرانيا حتى انضمامها إلى حلف شمال الأطلنطي. استعادت القوات الروسية السيطرة مجددا على قرية رابوتينا في مقاطعة زابوريجيا بعد أن كانت قد خسرتها خلال الهجوم الأوكراني المضاد. وفي سياق متصل قال حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية أولي كيبر إن صاروخا باليستيا روسيا استهدف ميناء أوديسا الأوكراني، مما أدى إلى إصابة 13 شخصا على الأقل وإشعال حريق كبير. بعد أن خسرتها خلال الهجوم الأوكراني المضاد، استعادت القوات الروسية مجدداً السيطرة على قرية رابوتينا في مقاطعة زابوريجيا في الجزء الجنوبي الشرقي من أوكرانيا. السيطرة الروسية على رابوتينا تأتي بعد أن أعلنت وزارة الدفاع الروسية في شهر فبراير الماضي أن القوات الروسية تمكنت نتيجة للعمليات الهجومية من تعزيز مواقعها في القرية، تزامناً مع محاولات من القوات الأوكرانية لاستعادة المواقع التي خسرتها. بالتزامن مع الإعلان الروسي، اندلع حريق كبير في ميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسود بعد هجوم صاروخي روسي طال مستودعا لإحدى الشركات الكبيرة لخدمات البريد. يأتي ذلك التطور الميداني تزامنا مع أوامر أصدرها وزير الدفاع سيرجي شويغو بتسليم المزيد من الأسلحة بشكل أسرع للعملية العسكرية في أوكرانيا وزيادة حجم ونوعية الأسلحة والمعدات العسكرية المقدمة للقوات للحفاظ على الوتيرة المطلوبة للهجوم. نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لقاء توعوي لحجاج الجمعيات والمؤسسات الأهلية في محافظة الفيوم. وتضمن اللقاء تعريف الحجاج بمناسك الحج والتعليمات والإرشادات التي يجب على الحجاج الالتزام بها. النهارده ده اللقاء التوعوي للمؤسسه القوميه للحج والعمره لعدد 180 حج من محافظه الفيوم اللي فازوا في الرعاه بتاعه التضامن الاجتماعي. النهارده اللقاء بيتضمن شقين، شق ديني وشق اداري. الشق الديني اللي هي مناسك الحج وازاي يقوموا بالحج، والشق الاداري التعليمات والالتزامات اللي المفروض الحجاج يقوموا بيها. احنا كمؤسسة الجمال الجرحي جايين نشاركهم يعني اللقاء ونقول لهم يعني دوركم ايه. انتوا بتمثلوا جمهورية مصر العربية ومفروض يعني نطلع بأحسن صورة في المملكة العربية السعودية، ويكون دور يعني جيد للقاء يعني ان شاء الله. احنا النهارده جايين في اللقاء المجمع لحجاج بيت الله الحرام اللي فازوا بقرعه وزاره التضامن الاجتماعي، عددهم 180 حاج طبعا على مستوى محافظه الفيوم كلها. جايين النهارده نشاركهم فرحتهم، جايين نقول لهم ان احنا فرحانين، ربنا اكرمكم بالحج وان شاء الله تعالى ربنا هيكرمكم وتقبل منكم. النهارده جايين بنشرح للحجاج، بنوصل لهم معلومات عن الحج، جايين كدور خدمي ليهم، بنوعيهم ايه هي مناسك الحج، ايه هي شروطه، ايه مواجباته. جايين بنوصل له رساله وبنقول له حضرتك طالع تحج، الثواب ده لحضرتك، انما انت حضرتك طالع بتمثل دوله كبيره وعظيمه زي جمهوريه مصر العربيه، طالع بتمثل الدوله. حاضرين النهارده مع الحجاج، واول شيء احنا طبعا بنقدمه للحجاج ان احنا بنهنئهم على ان الله سبحانه وتعالى اختارهم من بين الاف الناس الذين تقدموا لحج بيت الله الحرام، وان الله اصطفاهم واختارهم لهذه الرحله وهذه العباده العظيمه. وبعد كده احنا بنعرفهم ايضا بالاخلاق والسلوكيات
الدينية التي ينبغي على الحاج أن يلتزم بها. فكثيرا من الحجاج يسألون عن المناسك وينسون أخلاق الناسك، يعني أخلاق الحاج اللي هي ينبغي رقم واحد أن هي يلتزم بها. احنا بنعرفه للحاج أخلاق الحجاج إيه اللي ينبغي أن يلتزم بها في هذه الرحلة الإيمانية المباركة، من عدم التزاحم وعدم التخاصم وعدم الشحناء والبغضاء وغيره من هذه الأمور. وأيضا بنعرفهم أيضا على مناسك الحج من وقت ما ينوي الحج ويخرج من بيته إلى أن يذهب إلى البيت الحرام، إلى أن يعود إلى بيته مرة أخرى، وما يجب عليه وما يحظر عليه في هذه الرحلة الإيمانية المباركة. إن شاء الله إحنا النهاردة جايين لقاء توعوي الحجاج الجامعات والمؤسسات الأهلية بمحافظة الفيوم، تقدم لنا دعوة من دور التضامن الاجتماعي إن إحنا نرعى اليوم ده. وإحنا طبعا مؤسسة جمال الجرحي بتمد إيديها لكل المنظمات والهيئات الحكومية، وما نقدرش نتأخر عن يوم جميل زي ده. النهاردة هيبقى في توعية لعدد 180 حاجة على مستوى محافظة الفيوم. خلال الفترة اللي فاتت عملنا 4 لقاءات فرعية كل مجموعة لوحدها، بس النهاردة حبينا نضم كل الناس كل الحجاج. طبعا بنتمنى لهم ان هم رحلة سعيدة ويرجعوا لنا بألف سلامة ان شاء الله. جايين بأمر الله ونحضر الحملة بتاع التوعية والبركة في المؤسسة وفيكم بأمر الله، ونحضر كده نعرف منكم المعلومات خير بأمر الله، ويجعلكم معنا وحسكم معنا كده على طول يا رب، وتشرفونا على طول ويزكم كمان وكمان وينولها لكل شنطة. والآن وقفة اقتصادية من نشرة التاسعة، تقدم أخبار الاقتصاد شروق عماد. تفضلي شروق. شكرا لكما إيمان وأميرة، أهلا بحضراتكم وجولة اقتصادية جديدة في نشرة التاسعة. وقع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هبة مع رئيس هيئة ضمان اعتمادات التصدير التابعة للخارجية البريطانية تيم ويرد مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية الثنائية بين البلدين. ووفقا للمذكرة ستقوم هيئة ضمان اعتمادات التصدير البريطانية بتقديم الدعم التمويلي لعدد من المشاريع بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ما يساهم في تحقيق صالح البلدين من زيادة تدفق الاستثمارات وتعميق التعاون التجاري بين البلدين. أعلنت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية إبدأ، أعلنت عن انطلاق صندوق النيل للاستثمار الصناعي كأول صندوق استثمارات للصناعة متخصص للاستثمار في جميع القطاعات الصناعية. ويهدف صندوق النيل للاستثمار الصناعي إلى تقليل الفاتورة الاستراتيجية وزيادة الصادرات بما يتفق مع أهداف المبادرة. وفي سوق المال، حيث أنهت البورصة المصرية تعاملاتها نهاية جلسة الأسبوع بارتفاع جماعي المؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع وسط تداولات بلغت 2.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 51 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.789 تريليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر EGX 30 بنسبة 3.34% ليغلق عند مستوى 26113 نقطة. كما قفز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 وتساوي الأوزان بنسبة 2.23% ليغلق عند مستوى 5796 نقطة. وصعد مؤشر EGX 100 متساوي الأوزان بنسبة 2.52% ليغلق عند مستوى 8321 نقطة. في أسواق البترول العالمية أيضا، ارتفعت أسعار النفط خلال التعاملات في ظل توقعات زيادة الولايات المتحدة احتياطاتها الاستراتيجية من الذهب الأسود مع احتمالات تراجع الأسعار نتيجة دورة التجديد النقدي. زادت أسعار العقود الأجلة لخام برنت تسليم يوليو بنسبة 61% إلى 83.95 دولار للبرميل. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو بنسبة 58% إلى 79.46
$0.40 للبرميل. أيضا صعدت أسعار المازوت عالميا بنسبة 2.1% لتصل إلى $0.76 للتر، وزادت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.2% لتسجل $0.17 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أغلق أو أعلن بنك الاستثمار الأوروبي تقديم قرض يقدر ب 45 مليون يورو لمشروع الطاقة الحرارية الأرضية في ولاية بافاريا الألمانية، وذلك لتوفير التدفئة والكهرباء في خطوة ترمي إلى الاستفادة من نيوب المياه الساخنة أو البخار بولاية بافاريا الألمانية. رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي للعامين 2024-2025، وتوقعت أن ينمو الاقتصاد الأمريكي العام المقبل بنسبة 1.8%، أما الصيني فسينمو بنسبة 4.5%. وتتوقع المنظمة في تقرير شهر مايو الجاري نمو الاقتصاد العالمي 3.1% في 2024، بارتفاع عن تقديرها الصادر في فبراير الماضي البالغ 2.9%. كذلك رفعت المنظمة توقعاتها للعام المقبل 2025 إلى 3.2% من 3%، ورفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد الأمريكي إلى 2.6% على أن يتباطأ النمو إلى 1.8% في العام المقبل. انتهت جولتنا الاقتصادية، وعودة من جديد إليكما إيمان وأميرة. شكرا لك شرو. نظمت وزارة الهيئة العامة لقصور الثقافة احتفالية عن عيد العمال بمسرح 23 من يوليو بالمحلة، بحضور قيادات ومسؤولين من وزارة الثقافة وعشرات العمال من شركة مصر للغزل والنسيج وشركات القطاع الخاص. شهد الحفل عروضا فنية متنوعة تتضمن التاريخ العمالي ودورهم في بناء الوطن وما يشهده القطاع العمالي من بناء وتطوير واهتمام من القيادة السياسية. احتفالية عيد العمال السنة دي عاملين لها احتفالية كبيرة جدا، وعاملين احتفالات في كل محافظات مصر، يمكن أكتر من معظم محافظات مصر فيها احتفاليات، عروض فنية ومناقشات ومناقشات ومحاضرات حول عيد العمال وحول أهمية العامل والعمال في مصر، لأن العامل هو أساس العمل وأساس النجاح في أي دولة. كنا شغالين من الأمس على تنظيم الحفل كامل من حيث المايكات، من حيث معدات الصوت، من حيث الكراسي، بتنظيم فرقة المسرح شخصيا فرقة التمثيل بأن هم يشرفوا على السادة الضيوف واستقبالهم، وده كان في حد ذاته طبعا شرف لوجود عيد العمال في مدينة المحلة الكبرى المدينة العمالية. الآن مشاهدينا إلى آخر أخبار الكرة والملاعب. عودة مرة أخرى إليك شروق. شكرا أميرة وإيمان، والآن جولة رياضية جديدة لأهم وآخر أخبار الرياضة. تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم خطاباً من الاتحاد الدولي فيفا بتحديد مواعيد مباريات منتخب مصر في شهر يونيو بتصفيات كأس العالم، وتقرر أن يستضيف منتخب مصر نظيره البوركيني يوم 7 يونيو بالقاهرة، بينما يواجه منتخب غينيا بيساو يوم 10 يونيو بملعبه في إطار مباريات الجولة 3 والرابعة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026. هذا ويحتل المنتخب الوطني صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة 6 نقاط بعد تحقيق الفوز في أول مباريتين على حساب جيبوتي وسيراليون.
حقق فريق الزمالك فوزا مثيرا على حساب البنك الأهلي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة في ختام الجولة 20 لمسابقة الدوري الممتاز. سجل الهدف أحمد سيد زيزو من نقطة الجزاء في الدقيقة 4 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من الشوط الأول. بهذه النتيجة يحتل فريق الزمالك المركز 12 في جدول الدوري برصيد 24 نقطة، فيما يحتل البنك الأهلي المركز 15 في جدول الدوري برصيد 18 نقطة. أقيمت اليوم منافسات قرعة مباريات الدوري دور الـ 32 لبطولة كأس مصر موسم 2023-2024 بعد القرعة التي تم سحبها في مقر اتحاد الكرة، وأسفرت قرعة مباريات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر موسم 2023-2024 عن مواجهة الأهلي لفريق الألومنيوم والزمالك لفريق روكسي في مواجهة مكررة من النسخة الماضية. وشهدت قرعة الدور الـ 32 للكأس أيضا مواجهتين بين فريقين من الدوري الممتاز عندما يلتقي زاد مع الداخلية وبلدية المحلة مع الجونة. تخلف نجم نادي باريس سان جيرمان كيليان امبابي عن حافلة فريقه عقب الخسارة أمام بروسيا دورتموند في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بهدف نظيف، وذلك بسبب اختبار المنشطات. ولم يتمكن امبابي من الخروج من الملعب مع بقية زملائه بالفريق، حيث اضطر الانتظار لوقت طويل بعد أن تم اختباره عشوائيا للخضوع لاختبار المنشطات. وتماشيا مع بروتوكول الاتحاد الأوروبي لكرة القدم كان عليه الانتظار وحتى اكتمال الاختبار الإلزامي. نهاية جولتنا الرياضية، ومن جديد عودة إليكما أميرة وإيمان. شكرا لك شروق. تزايدت الفيضانات وسط روسيا بعد أن فاض نهر إشيم بمنطقة تيومين، ما أجبر القرويين على ترك منازلهم في قرية زابوركا. وتجاوز النهر بالفعل الرقم القياسي التاريخي السابق لعام 2017 بمقدار 34 سنتيمتر. وتوقع علماء الهيدرولوجيا المختصين بدراسة الحالة البيولوجية للبيئات المائية أن يستمر منسوب المياه في الارتفاع لمدة أسبوع آخر، وقد يصل إلى 12 مترا. وعن أحوال الطقس من نشرة التاسعة، وقفة جديدة وأخيرة مع شروق عماد. تفضلي شروق. شكرا لكما. وأخيرا جولة لأهم وآخر أخبار الطقس ودرجات الحرارة. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الجمعة طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ومعتدل ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على عدد من محافظات ومدن الجمهورية: القاهرة العظمى 32، الصغرى 19، الإسكندرية 25-17، مطروح 24-16، بورسعيد 25-17، الإسماعيلية 32-16. أما عن السويس فالعظمى 32، الصغرى 18، العريش 26-16، طابة 29-21، شرم الشيخ 34-23، الغردقة 34-23، والأقصر 36-24، أسوان 37-25، الوادي الجديد 37-21، شلاتين 34-22، حلايب 31-23. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.
والآن موعدكم مع أبرز لقطة لهذا اليوم. وصلنا إلى ختام النشرة، هذه عناوين الأخبار. في احتفالية عيد العمال، الرئيس السيسي يتعهد بتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية ومكافحة التضخم والحد من ارتفاع الأسعار. مدبول يواجه ببدء حوار مجتمعي على وثيقة السياسات الضريبية ويبحث مع 15 شركة كورية جنوبية توسيع نطاق استثماراتها في مصر. حماس تثني على دور مصر في محادثات الهدنة وتؤكد زيارة وفد من الحركة للقاهرة قريباً لإجراء مزيد من المحادثات. انتهت نشرة التاسعة، ولكن التاسعة مستمرة مع حضراتكم ومع شفكي المنير. أهلا بك يا شفكي، مساء الخير. مساء النور يا إيمان، مساء النور يا أميرة. عارفين ساعات كده بتمنى، بما أن احنا بنستلم من بعض من النشرة، بتكون انتوا خلاص يعني تلتقطوا الأنفاس بقى بعد انتهاء النشرة وإحنا بنبدأ العمل، نفسي ناس تسمع توجيهات المخرج لأنه ساعتها هيحسوا كواليس بيحبوها. يعني أكيد إحنا بنستمتع بيها أكيد، خاصة أنه الإخراج عندنا يعني قمة في الرقي والمهنية العالية جدا، وحب شديد للهوى واحترام كبير لي أيضا. أكيد أكيد. أخبار شم النسيم إيه؟ شغل أجازة طبعا، أسبوع كله أعياد، كل سنة وكلنا طيبين. بيبدأ بعيد العمال النهاردة، أكيد مع تحسن الجو أكيد الاحتفال بيكون أفضل. لا لكن احنا محظوظين بالجو، بالتالي ده اول شم نسيم. صحيح. او اعياد الربيع او اعياد اهالينا واخواتنا المسيحيين، انه تكون الاجواء الجو حلو فعلا يعني. صحيح. الحمد لله. لكن احنا موجودين كلها وهوا وشغالين، ومفيش اي حاجه ممكن تتغير. انت شغاله؟ كلنا اكيد، كلكم وايمان شغاله. اخبار مفيش يعني شم نسيم كل استوديو. لا يعني كده تمام يعني. كل سنة وانتم طيبين، وكل صناع نشرة التاسعة كل التوفيق دايما. مشاهدينا الكرام، اسمحوا لنا الآن نبدأ التاسعة، تفضلوا.